رجعنا لكم من الفاصل ورمضان كريم. النهارده معانا من المطبخ اللبناني عملنا شوربه البندوره بالحمص او شوربه الطماطم بالحمص، وحلقتنا حمص في حمص في حمص. النهارده هنعمل كمان سلطه الحمص. سلطه الحمص ما فيهاش اختراع، بس انا هزود عليها افوكادو. هنعمل سلطة حمص بأفوكادو. يعني اللبنانيين معروفين بسلطة الحمص، شلطة الحمص. ابتدى بقى الصيام يعمل معايا شغل لوحده خلاص اهو. ما انا واقفة طول النهار عمالة اشم روايح، في بيتي بطبخ، في تلفزيون بطبخ، في رمضان بطبخ، بطبخ في اي وقت. هنعمل سلطة الحمص ازاي؟ عندي حوالي معلقة طحينة، وعندي حمص من نفس الحمص اللي استخدمته للشوربة. يعني انا بحاول بصراحة حتى في السلطات اللي بنقيها تمشي مقاديرها مع مقادير الشوربه، علشان يعني ماديا نوفر شويه وفي نفس الوقت تبقى حاجه سهله. يعني عندي حمص مسلوق، عندي واحده او اتنين افوكادو بتتباع بالواحده، وسعرها ما بقاش غالي دلوقتي لانها بقت موجوده في مصر. هي اساسها شويه مكسيكي يعني، بس بقت موجوده في مصر وبتتباع بالواحده، يعني هتجيبي على قد اللي هتستخدميه بس. عندي 4 فصوص ثوم وشويه عصير ليمون. تعالي نشوف هنعمل ايه بسلطة الحمص، بس انا هزود عليها من عندي النهاردة افوكادو. افوكادو انا مش هتكلم طبعا على فايدته بالذات للحوامل، لاني معظم الحوامل ما بيصوموش في رمضان، بس عموما مفيد جدا 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 للسيدات. مفيد جدا جدا ان هو بيقي من الامراض السرطانية، ربنا يحمينا جميعا. اتكلمت في حلقات كتير على فايدة الافوكادو، بس انا مصممة ان انا استخدمه شوية زيادة في أكلنا. هجيب بس كده معلقة، أنا دي مش محتاجاها، وهفضي قلب الأفوكادو كده. السلطة كلها ما فيهاش أي حاجة، هتضرب كلها مع بعض يعني. ولسه مستمرة أنا في الكلام عن فايدة الحمص. الحمص أصلا يعني معظم زراعته في البحر المتوسط والطلاينة، بيستخدموه كتير جدا لأنه بيتزرع عندهم، غير الفيتامين والمغنيسيوم اللي فيه كويس جدا جدا جدا. هنزل على طول كده بمعلقة واحدة طحينة، وعلى طول الثوم، يعني مفيش اسهل من كده بيتهيألي، وشوية عصير ليمون. وهخلي العصير جنبي وانا بطحنها اشوف لو محتاجة سوائل زيادة ولا لأ. يعني بص انا بقول لكم ماديا اهو الكلام ده كله، بس انا عارفة ان احنا في رمضان يعني بنفتري بصراحة في الشراء. انا شخصيا يمكن فرحة، يمكن يعني هو شهر محتاج شوية مكسرات على شوية يميش على شوية الكلام ده، واحنا نموت في الزيادة يعني، احنا نحب الزيادة قوي. حط شوية ملح، انا حاطة ليمون فمش هزود ملح، وسنة كمون بسيطة قوي. يمشي مع السلطة دي كمان نعناع اخضر بيبقى حلو قوي. وسنة بسيطة زيت زيتون. كده تمام. واخد الليمون معايا واشوف القوام بتاعه. كده تمام. انا محتاجة بس ازود كمان سنة ليمون، وممكن كمان ازود يعني نص من الافوكادو اللي فاضل عندي ده. كده اوكي.
يعني بصوا انا في السلطه دي على قد ما اقدر بحاول مش بس ان هو يبقى طبق سلطه والسلام، يعني هي افكار رمضان عشان نجدد شويه من فطارنا يعني، بس في نفس الوقت ممكن يعني يبقى عندنا زي موسوعه كده للسلطه والشوربه. انا ما اعرفش ليه بحس ان هم مظلومين كده، يعني سلطه اي حد يقوم يعمل شويه خضار وقال لك انا عملت سلطه، شوربه يلا لسان عصفور يلا شعريه يبقى احنا عملنا شوربه. ومعي سنتحدى المستحيل ان شاء الله خلال الشهر الكريم السنه دي باذن الله. كده تمام، بسم الله. وهزود باقي الليمون. ونشوف بقى دلوقتي هنقدم ازاي. السلطة بتاعتنا بس انا عايزة اوسع لنفسي هنا، مش محتاجة ده خالص. ممكن كمان واحنا كده بنقدم السلطة كمان اسخن الشوربة تسخينة بسيطة كده. والله لو حابه تزودي التقليه اللي بيعملوها اللي هي لحمه مفرومه وصنوبر على السلطه بالحمص اللي احنا عملناها ممكن تزودي، بس بما اني انا بتكلم يعني ان كل حاجه موجوده في السلطه من فيتامين ومعادن والياف فبيتهيألي مش محتاجه اي حاجه تانية. ادي العيش اللي هنقدمه مع شوربة البندورة بالحمص بتاعنا، وادي الطبق اللي هنقدم فيه، هنقدم فيه السلطة. افكركم تاني كانت سلطة عصير ليمون شوية حمص وافوكادو وفصين ثوم. كده تمام، كده اوكي. احط هنا بس شوية زيت زيتون ونحط شوية حمص كده في النص، يعني يبان ان دي سلطة حمص هي، لان هي لونها مش بيور حمص. يعني عايزة تقطعي كمان افوكادو مش مشكلة، ممكن تقطعي وتحطيه كده في النص كمان. كده تمام، وعلى طول هغرف الشوربة. نغرف على طول الشوربة كده تمام، ننظف بس الطبق كده ايه، يعني اكسري سيراميك بشوربة وسلطة
وافتحي نفس عيلتك بان انت تقدمي حاجتك في اطباق شيك وشكلها شيك. والنهارده من مطبخ حبايبنا اللبنانيين كسرنا صيامنا بوصفتين من عندهم، وصفه البندوره بالحمص او الطماطم بالحمص، ووصفه سلطه الحمص بس من عندي انا زودت عليها واحده افوكادو صغيره كده. ان شاء الله يا رب. اتمنى لكل متابعينا اللبنانيين صوما مقبولا وافطارا شهيا، اتمنى لكل متابعينا من كل انحاء الدنيا صيام مقبول ان شاء الله، وتقبل الله منا صيام شهر كامل ايمانا واحتساما. رمضان كريم عليكم وعلينا جميعا، واشوفك في حلقه جديده، طبق شوربه جديد، وطبق سلطه جديده مش هتشوفيها خلال الشهر الكريم كله الا معايا من هنا ايناس الهواري من قناه ست البيت. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.